بالنسبه للبنيه التحتيه في المنطقه ديال سيدي مومنت، ما كتشوفوا زعما بصراحه بنيه اللي جد يعني متضرره، خاصه على المستوى ديال الشوارع ومستوى ديال المجموعه ديال الكريانات والمجموعه ديال الاحياء اللي كانت فيها اعاده الايواء. ودورنا كاعضاء ديال المجلس ديال مقاطعه سيدي مومنت طالبنا لا من خلال لجنه التعمير اليوم والبيئه ولا من خلال النقاش ديالنا في دوره المجلس مع السيد رئيس المقاطعه، بانه تكون واحد الجرد ديال المرافق الغير منجزة من طرف الشركات اللي هي اللي قامت بعملية إعادة إيواء العمران إدماء السكن ولا الشركات الخاصة، لأنه واحد المجموعة ديال المرافق اليوم ما دارش في سيدي مومن، هذا من جهة. من جهة ثانية واحد المجموعة ديال الشوارع اليوم اللي خاصة تخرج الحيز وجود واللي خارجة لها واحد المجموعة ديال مرصودة لها واحد المجموعة ديال المبالغ المالية اليوم خاصة تخرج، كذلك واحد المجموعة ديال الفضاءات اللي خاصة دار لها إعادة تهيئة واللي مرصودة لها كذلك ميزانيات اللي خاص يتم الكشف عليها من طرف رئاسة المجلس في هذا في هذا في هذه المحطه هذه، هذا من جهه. من جهه ثانيه كنشوفوا العمل يعني الغير يعني المقنع ديال الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والتطهير على مستوى المقاطع ديال سيدي مومن، هذا اشرنا ليه في خطاب الاجتماع اللي كان عندنا مع اللجنه مع شركه ليداك، واللي كنشوفوا بانه اليوم واحد المجموعه ديال الاحياء اللي تضرات من يعني التواجد ديال المياه بشكل كبير، خاصه على مستوى كريان ديال رحامنا اليوم اللي كنشوفوا الناس يعني واحد الوضعيه اللي هي مزريه واللي كتطلب واحد التدخل عاجل من طرف المجلس. كنعانيو صراحه معاناه كبيره، لا في الشتاء ولا في الصيف ولا في الخريف ولا في اي موسم جا الا وحنا كنعانيو. عندنا مشاكل شتى، البنيه التحتيه ديال المنطقه سيدي مومن وخاصه كارير رحامنا منعدمه بتاتا، يعني ما عايشيش واحد العيشه زعما اللي حنا نورمال خصنا نعيشوها. ورغم اننا كنتواصلوا مع المجالس المنتخبه على اساس انهم يديروا واحد الالتفاته لمنطقه سيدي مومن خاصه رحامنا باش على الاقل نقدروا واحد نعيشوا واحد الجزء بسيط من العيش الكريم في منطقه رحامنا. وشكرا. بالنسبه لسيدي مومن مع نزول امطار الخير، نقول لك اغلبيه الشوارع في واحد الحاله مزريه، وماشي غادي باش غنستدلوها هي الحفاره وما قدامنا هنا في المحطه. الناس المسؤولين لا المنتخبين ولا الناس الاداريين ما كيسهروش على الشوارع، ما كيشوفوش خصاص اللي كاين. كاين شوارع اللي كتسد، كاين شارع السلام اللي فيه الاشغال دابا في العود، حنا اللي عندنا توسعه الشارع هما كيبدلوا لنا في التطوار. بصراحه حاله بوزريه. حتى رئيس الجماعه اللي كنتواصلوا معاه حنا كنقابه وصيفطنا ليه طلب باش ناقشوا معاه المشاكل ديال الطرقات والمشاكل اللي كتخص المحطات الطاكسيات، لحد الساعه باقي ما استجب لينا، مع ان درنا ليه واحد التذكير وباقي ما توصلنا لتا شي حل. دابا الا كانوا هاد الناس منتخبين كيسهروا عارفين المشاكل ديال المنطقه، قدموا لينا برنامج. ولحد الساعه حنا كنشوفوا كاين داكشي غير في الاوراق، على الارض الواقع ما كاين حتى شي حاجه. لا يخفى على اي سامع ولا ناظر الوضع المهتري اللي كتعرفوا المقاطعه في البنيه التحتيه، طرقات معطوبه متقوبه، مساحات خضراء متوقفه، جفاف كيضربها، بنايات متصدعه، هذا واقع لا يرتفع. مع العلم انه كانت حركه وكانت واحد العمل، لكن العمل ما كانش محسوب مقدر بالشكل اللي خصو يخلي سيدي مومن تكون افضل. احنا كمقاطعه في المجلس الحالي في المكتب المسير الحالي انتبهنا لهذا الامر، وجينا في واحد الوقت اللي هو وقت يمكن نقول وقت ميت في اواخر السنه. الميزانيه المرصوده اللي كانت للاسف كلها تم صرفها، كاين واحد المنقول غادي يتم نقله الى المخصص المالي ل 2022. وضعنا واحد حتى تصور عمل اولي في اطار العمل التشاركي ديال المكتب المسير. ما غنقولوش اننا غنجيبوا عصا سحريه وغادي نقدوا الطرقات ونقدوا الازقه ونصوبوا الجرادي وكذا، غادي نحاولوا ما امكن اننا نصلحوا ما يمكن اصلاحه في هذه المده على الاقل ديال 2022. بعدا ننتبهوا للمشكل ديال الطرقات المطروح بقوه وبشكل خطير جدا صراحه. ننتبهوا للمساحات الخضراء، كل ما له علاقه بالبنيه التحتيه سنسعى جاهدين في اطار الصيانه والاصلاح اننا نكونوا حاضرين.
ما لا يمكن أن يدرك على مستوى المقاطعة. إحنا غنفتحوا مجالات الانفتاح على باقي الجماعات الترابية الأخرى، المدينة، الجهة، العمالة، وعلاش لا في إطار السياسة الالتقائية ما بيننا وبين الحكومة أننا نفتحوا، أننا نجيب مشاريع أخرى، لأن إحنا محظوظين أن واحد المجموعة ديال هذا المكتب المسير التحالف ديالو هو اللي كيقود الحكومه. فنتمنوا البرلمانيين ديالنا، نتمنوا ان الناس اللي مسؤولين في هذا المكتب انه ينفتحوا على الاحزاب ديالهم ويجيو ما يمكن المشاريع باش نعطيو صوره جديده لسيدي بومن التي اقول دائما انها تستحق الافضل. كسائقين وكمهنيين في سياره الاجره، ماشي اغلبيه سياره الاجره كتولي سيارات متهالكه بهذه الحفاري وبهذه الاشغال اللي كاينه وما كيكملوش هذاك الشيء اللي خصهم يكملوا. ما هضرناش على الازقه ديال حي السلام ولا على ديال اناسي والازهر والتشارك اللي هو جزء من سيدي مومن مقارنه مع عماره البرنوصي. كاين تغيير تام، كاين واحد لا مجال المقارنه باش غنقارنوا سيدي مومن مع البرنوصي. بحال كنقولوا البرنوصي خطا واحد خطوات الى الامام بالعكس ديال سيدي مومن اللي كاين تنوي نفس العماله غادي يرجع اللور. احنا كعماله مقاطعه السيد البرنوصي كنلقاو واحد الفرق شاسع ما بين البنيه التحتيه ديال منطقه السيد البرنوصي ومنطقه حي الرحامنه، ودائما كنشوفوا بان من الاولويات سبقوا السيد البرنوصي على سيدي مومن. هذا سؤال مطروح ما عرفناش الاجابه ديالو لحد الساعه. المقارنه بين مقاطعتين في عمله واحده مع وجود الفارق لا يمكن ان نديروها صراحه. برنوصي ماشي هي سيدي مومن، برنوصي 13 كيلومتر مربع، سيدي مومن 47 كيلومتر مربع، البرنوصي حوالي 200 ألف نسمة، سيدي مومن غادي في اتجاه 700 ألف نسمة. احنا منطقة جذب واستقطاب، يمكن حتى البرنوصي في هذا الإطار هذا. يمكن نرجعوا شي شوية للوراء أن كانت واحد السياسة تدبيرية فيها شوية تفاضلية ممكن. الآن كنظن لا الجهه المنتخبه لا السلطه المحليه مشكوره انها ما غتنتبه لهاد الفوارق هذه، وغادي نعملوا باش نديروا العداله المجاليه وسيدي متحضى بالاهميه كما البرنوصي ايضا، ما خصهاش هي ما تعطاش الاولويه والاهميه. مجملا البنيه التحتيه ديال سيدي مومن كتطلب عمل كبير وكبير بزاف، وهذا اللي محطوط على العاتق ديال المجلس ديال المقاطعه ديال سيدي مومن اليوم. اللي كنطالبوا من هذا الباب هو انه تخرجنا هي المشاريع اللي مبرمجه المنطقه ديال سيدي مومن واللي خاصها تنجز، كذلك شنو هي الصفقات العموميه اللي كانت مبرمجه عند سنه 2021 واللي خاصها تخرج كذلك حيز التنفيذ باش هاد الناس هادو يحسوا بواحد النوع ديال التغيير على مستوى المقاطعه. وهاد الناس هادو يحسوا براسهم بانهم كيعيشوا واحد الحي لائق وفي ظروف معيشيه اللي هي جيده واللي فيها واحد النوع ديال الحفظ الصحه وديال الكرامه ديال المواطنين والمواطنات. اللي يمكن نوعدوا به الناس اننا غنكونوا حاضرين معهم في همومهم ومشاكلهم، اننا نتواصلوا بالشكل اللي على الاقل للاستماع والقرب من الهموم. درجة الإنزال ديال هاد المشاريع والمتطلبات ديال المواطنين راه حنا كنستمعوا ليها. الان نحاول اننا نصيغوا لها واحد الجدوله، نحاول اننا نبحث عن تمويل، نحاول اننا ننجزوا اكبر عدد ممكن من المشاريع بنسب عاليه، ونحيدوا علينا شي شويه ديال هذا الوجه الكالح والمهتري ديال المقاطعه. لا ماشي نقولوا نظره سوداء، ولكن كاين اشكالات نتجاوزوها ان شاء الله في مستقبل الزمن، لان سيدي مومن مره اخرى تستحق الافضل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.